السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يلعب علي معلول، علي معلول لكن يتأخر في العرضية، وحكم اللقاء يقول ايه؟ يقول فيها لمسة يد على علي معلول ولا فيها اوفسايد؟ قفشه يا ولد، يلعبها من وسط اتنين حلوه للشحات، فرصه للتسديد الشحات، وادي التسديده لكن سهله في ايد جنش، توصل لحارس مرمى نادي فيوتشر، لكن في الدقيقه التاسعه اول عبد الكبير الوادي ناحيه اليمين لعمر كمال، عمر كمال تسديده لكن تطرد، حسين الشحات توصل له من السلية، حب يحطها في المرمى، حسين جوه 18 خطر للاهلي، اكرم توفيق يعمل له الاوفرلاب، تتفتح الزاويه يعمل العرضيه، لكن بص في تتلعب الضربه الركنيه، لكن الشناوي على طول الكره تعمل سويرف عالي من الكاميروني، وقبل ما توصل للحاج باري يطير الشناوي بالايد العكسيه يطلعها ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، مباراه فيها كل الاحتمالات، عمر السعيد يعمل العرضيه لكن محمود متولي قبل الغيني، قبل الحاج باري اللي كان سجل ايضا مع جمال، سباق سرعه ما بينه وما بين التونسي، توصل لعمر كمال والتاكلينج، فيها خطوره وفيها تهور من عمر كمال، عايز يلحق الكوره لكن كمل في رجل محمد عبد المنعم، قريب امين عمر وهيدي انذار لعمر كمال، قرر طرد لعمر كمال، طرد هيلغي الانذار اللي اداه وطرد لعمر كمال لان الكوره فيها تهور، ضغط من مجدي قفشه، ترجع لغنام محمد عايز يلعب البينيه، حسين الشحات يطلع، باسم تتلعب لباسم في المساحه، باسم عايز يلعب العرضيه تترد من محمود متولي، يلعبها عند حسين الشحات، فتح اللعب حلو ناحيه اليمين قفشه، وادي العرضيه ما حدش قطعه، ترجع عند السوليه، كانت تفرق قوي الكنترول لحسين الشحات، وادي الراسيه لكن شادي حسين اللي بيضم جوه 18 يلعب راسيه تطلع ضربه مرمى لصالح نادي فيوتشر، نادي فيوتشر في الجهه الاخرى اتعادل مرتين بين السوليه، حلوة ترقيصة حلوة من السلية لشادي يهيئها حلوة، لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أقول يا ولد لمين ولا لمين؟ أقول للسلية اللي كسر الأرض ولا محمد شريف في الوان تور رائع ولا شادي حسين في الأسيست ولا حسين الشحات في الفاينل تاتش اللمسة الأخيرة، جملة رائعة، أقول لكم على حاجة حلوة قوي، الهدف ده حلو قوي للنادي الاهلي، الجمله كلها حلوه، اقول يا ولد يا ولد للكل، اقول يا ولد يا ولد، او يفك بيه الشفره، حلوه من علي معلول تترد لمحمد شريف يسيبها تعمل البنت، كان ممكن سوليه يلعبها حلوه لقفشه، قفشه يستلم حلو قوي، حاول يعدي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ويقع على الارض محمد مجدي قفشه، لكن الاستلام حلو ويمر بشكل رائع، كان هيكمل التابلو لو سدد محمد مجدي قفشه، خلينا نشوف قفشه لشادي، شادي يستلم يدخل جوه 18، شادي عايز يرقص لكن يتدخل معاه باسم ويطلع جنش يمسك كورته بثبات حارس مرمى نادي فيوتشر، يا ولد عند حسين الشحات، الاستلام يفرق من حسين الشحات ولكن حكم اللقاء يقول لمسه يد على حسين الشحات، بيقول له مش لمسه يد يا كابتن، لكن تترد من السليه، قفشه يستناها، قفشه يستلم، قفشه يرقص ويحاول هنا يعدي، يقع على الارض، حكم اللقاء يقول له ما فيهاش حاجه، وادي قفشه في ترقيصه كان كده لعلي الفيل، فيوتشر هجمه خطيره ناحيه اليمين، وادي العرضيه لكن مش لحد تماما، خطر لفيوتشر، طالع الشناوي من جوله، ترجع تاني، وادي الكره في المرمى لكن يطير عبد المنعم ويطلعها، سبايدر مان الاهلي يطير هنا محمد عبد، حكم اللقاء يقول ما فيهاش حاجه، وادي التسديده شادي حسين والتدخل مره ثانيه، المطالبه في كورتين ورا بعض بضرب جزاء لصالح النادي الاهلي، لكن امين عمر في اللقطتين قال العب ما فيهاش حاجه، في اثنين لعيبه من الاهلي ومش اي اثنين، ده محمد شريف وشادي حسين، يعني نص القوه الهجوميه، الرباعي الهجومي للاهلي، يستلم عبد الكبير الوادي ويلعبها جوزيف اللي قطع مشوار، وادي العرضيه لكن تعدي تماما، اكرم يثبت اللاعب عبد الكبير الوادي وعايز يلعب العرضيه بدري، وادي العرضيه على القائم البعيد وتترد الكوره بهدف، تترد الكوره بهدف، لغه الارقام صح، واللي يضيع يستقبل، فرصه كانت للاهلي ما قدرش انه يسجل، تترد لفيوتشر في الدقيقه 80 وبلغه الارقام التوقيت ده فيوتشر بيضغط بشكل كبير، وعبد الكبير الوادي سلية حلوة، ترقيصة حلوة من السلية لشادي يهيئها حلوة، لا 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 لا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، أقول يا ولد لمين ولا لمين؟ أقول للسلية اللي كسر الأرض ولا محمد شريف في الوان تور رائع ولا شادي حسين في الأسيست
ولا حسين الشحات في الفاينل تاتش اللمسة الأخيرة جملة رائعة. أقول لكم على حاجة حلوة قوي، الهدف ده حلوة قوي للنادي الأهلي، الجملة كلها حلوة. أقول يا ولد يا ولد للكل، أقول يا ولد يا ولد. بدري وادي العرضية على القائم البعيد وتترد الكرة بهدف، تترد الكرة بهدف. لغة الأرقام صح، لغة الأرقام صح، واللي يضيع يستقبل. فرصة كانت للأهلي ما قدرش انه يسجل، تترد لفيوتشر في الدقيقة 80، وبلغة الأرقام التوقيت ده فيوتشر بيضغط بشكل كبير وعبد الكبير